السؤال الثالث عشر أيضا من صفحة 119، لا تنسون السؤال 11 و12 واجب بيتي. السؤال الثالث عشر، قرأت سلوى 3/4 قصة، اكتب كسرة مكافئة لما قرأته. هسه سلوى قرأت 3/4 القصة. السؤال الثالث عشر، سلوى قرأت قصة 3/4 القصة، 3/4 القصة. هسه أنا راح أوضح السؤال لكم. أرسم دائرة أقسمها إلى 4 أجزاء، راح ألون الأجزاء اللي قرأتهن سلوى 3/4 القصة، يعني أقسم إلى 4 3 أجزاء، ألونها هاي الأجزاء الملونة سلوى اللي قرأتهن، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، هذا هو 3/4، يعني 1 2 3، 3 من 4، 3/4 القصة، 3/4. أو راح بطريق جواب آخر، الكسر المكافئ جواب آخر، أقدر أقول 6/8، 6/8 أيضا يمثل 3/4 القصة. مثلا إذا عندي هاي الدائرة مقسمة إلى 8 أجزاء، 6 أجزاء ملونة، 1 2 3 4 5 6، 6 أجزاء ملونة من 8 أيضا تمثل 3/4 ما قرأته سلوى، هذا هو الجواب. تنقلون هذا 3/4 يساوي 6/8.